بقول لك ايه، لا استنى، بلاش التونه، بلاش التونه. اوكي يا فندم، تمام. استاذنك الفيزا؟ اتفضل. الباسورد يا فندم؟ انا متاسف جدا يا فندم، بس المبلغ اللي موجود مش هيكمل حساب الحاجه. انت متاكد؟ اه يا فندم، حساب 368. طيب خلاص ماشي. اصل انا بصراحه مش عامله حسابي في كاش ومعيش فلوس وبيتي قريب يعني هنا. مفيش مشكله يا فندم، ممكن حضرتك نبعت حد من العمال يوصل لك الطلبات لحد البيت وادفعي له هناك، كانه توصيل طلبات للمنازل يا فندم. ممكن، بس انا بصراحه مش طالعه على البيت على طول، عندي مشوار وبعدين هرجع البيت. بص، اول ما ارجع البيت هكلمك في التليفون وابعتولي دليفري. تحت امر حضرتك، نورتينا يا فندم. شكرا، شكرا جزيلا.